بدون أي مقدمات كاب كيك أخضر رائع. لحظة، لا يبدو هذا سيئاً، شكراً يا لانا. حسناً، يبدو شكله مثل كاب كيك. حسناً، سأتناوله. أوف، فمي يشتعل، النجدة. حسناً ماكي، ذلك لأنه ليس كريمة بل واسابي. رأيتي، لقد خدعتك هذه المرة صح؟ تفضلي بالعافية. له رائحة قوية. أوه نعم، من المؤكد أنه ليس شيئاً أرغب بأكله. أوه لا، أنا خائفة جداً الآن. بصل ني، هل أنت جادة؟ أوه لا، سيكون هذا قاسياً. يبدو كشريحة تفاحة نوعاً ما، لكن أنا متأكدة أنه لن يكون حلواً. واو، هذه قضمة قوية. من كان يعلم أنها مليئة بالعصارة؟ نشعر بمعاناتك يا لانا، أنت إنسانة شجاعة. أوف، أحضر بعض العلكة لهذه الفتاة. لانا في مهمة للعثور على شيء أخضر لتأكله ذاكية، وأعشاب البحر الخضراء هذه مثالية كمقبلات لهذا التحدي. أو نعم، حسناً ذاكي، وجبتك الخضراء الأولى جاهزة. افتحي الغطاء لتريها. أعشاب بحر لذيذة ولذيذة، هذه الرائحة كافية لسد شهيتي لأسبوع. أنت من اختار اللون الأخضر؟ حسناً، سأحاول الانتهاء من هذا الأمر. يا إلهي، إنها أكثر لزوجة مما اعتقدت. هذه لقمة كبيرة جداً، هل أنت واثقة من ذلك يا ذاكي؟ أوف، لا يبدو أن مذاقها لذيذ. حسناً، تظاهري بأنها لقمة سباغيتي كبيرة ولذيذة. سباغيتي خضراء لذيذة مقرفة. أحسنتِ ذاكي. التالي، حان دور ذاكي للعثور على طعام برتقالي للانا. حسناً لانا، لا تخافي، افتحيه بسرعة مثل لصقة جروح. باستا؟ هل هذا يوم حظي أم ماذا؟ ليست برتقالية حتى. أنت محقة وسأساعدك في جعلها كذلك. خردل؟ هذا لا يناسب الباستا. يا إلهي، هل نفدت صلصة الطماطم أم ماذا؟ ماذا الآن؟ أنت لا تتوقعين مني تناول هذا الخليط صحيح؟ دعيني أساعدك. يا إلهي، لا يمكنني مشاهدة ذلك. حسناً، أعطيها لي. أوف، إنه مالح وحار وفظيع جداً. هيا لانا، يمكنك فعلها، ابلعيه فقط. يبدو هذا الحلو لذيذاً من وجهة نظري. حسناً يا أفراد العصابة، أروني بطاقاتكم. أتحرق شوقاً لأخذ قضمة من هذا الحلو اللذيذ. يا لسوء حظي، لا يمكنني تذوقه حتى. أفضل أخذ قضمة، لكن يمكنني لعقه في أي وقت. يا إلهي، رائحته الزكية. ماذا؟ لماذا مذاق هذا الشيء مر للغاية؟ يا، أبعد هذا الشيء عني. حسناً، رائحته جيدة. ليس حلا بل لوح صابون. أشعر أني محظوظة الآن. إنه فلفل حار. أبراكادابرا، حول هذا الفلفل إلى الشوكولاتة. يبدو أنه يجب عليك العمل على تطوير مهاراتك السحرية يا صوفيا. لا تهلعوا يا رفاق، لنوزع البطاقات. الحمد لله، أكره الأطعمة الحارة. كلا، لا أريد لعق هذا الشيء، يا لسوء حظي. حسناً يا كيفن، أمل أن يكون حولك ماء في متناول اليد. إن شعرت بلسعة حارقة من لعق القشرة فقط، فتلك إشارة على أن الفلفل حار. لكن يبدو أن صوفيا لديها مناعة من قوة هذا الفلفل الحار. حسناً، يمكنني فعل ذلك، صحيح؟
ليس بذلك سوء في الواقع. بعد إعادة النظر يتصل أحدكم بدفاع المدني. أحتاج خرطوم ماء. لحظة ذكي، أبعدي هذا الشيء عني. نعم حليب، هذا ما تحتاجه بالضبط يا كيرمان. واو، احتفظ بالقليل لوقت لاحق. سلايم أخضر مقزز، هل هذا الشيء يتوهج؟ رائع، كل ما يجب علي فعله هو الجلوس والمشاهدة. يا إلهي، يجب أن ألعقه. أنت تعرفين ما يعنيه ذلك يا فيكي. ستقدمين السلايم اليوم يا فتاة. في طفولتنا يتم إخبارنا بعدم وضع هذا الشيء في فمنا، لكن اليوم كل شيء تغير، أليس كذلك؟ أوف، لا يبدو أن مذاقه كان جيداً. حسناً، تفضل يا فيكي. يا إلهي، هذا الشيء مقزز للغاية، يبدو كمخاطن عملاق أو شيء مشابه له. حسناً، حان الوقت. ياه، كان طعمه مقرفاً. هل أنا الوحيدة التي ترى هذا السلايم كمخاطن حقيقي؟ ماذا؟ أريد قطعة صغيرة للعب بها. أتشو! يا إلهي، هل أنت جادة؟ مقرف جداً. حسناً، هيا لنكشف عن الطبق معاً. هيا بنا، إنها وجبة فطور، أهم وجبة في اليوم. وصفار البيض جميل للأعلى كما أحبه. أهلاً يا صفار البيض، اشتقت إليك. أريد بعضاً من هذا، لكن كل شيء صلب كالجيلي. هيا، يبدو أن أميلي حصلت على سوء الحظ هذه المرة. دافئ جداً. أميلي المسكينة تتعلم بطريقة صعبة أن البيض الجيلي لا يضاهي أبداً الحقيقية، ويبدو أن اللحم كذلك أيضاً. هذا لذيذ تماماً وكما أشتهي. وهكذا أنهت أوليفيا طبقها. أريد قدمة واحدة على الأقل يا ربي. هناك بعض البيض على ذقنك. حقاً، لا تقلقي، أحس به. لقد أزلته. هل أنت مستعدة يا أميلي؟ أجل. 1، 2، 3. جائزة كبرى، سوشي من الجالية. فكروا في كمية السكر في هذا الطبق. لساني متشوق لهذا. أما أنا فحصلت على الطبق الحقيقي، ساشيمي تونة تمبورا يا حبيبي. حظنا رائع هذه المرة، لكن علي أولاً اللعب بعيدان طعام قليلاً. الأكيد أن أوليفيا تحب حلوى الجالية، لكن عيدان تناول الطعام ليست مناسبة لها. كيف بحق السماء تحمل هذه الأشياء؟ أميلي، هل تعرفين طريقة الاستخدام؟ واو، انظروا لأميلي تستخدمها بحرفية، يا عيني. هكذا يتم الأمر. ربما لو غرستها. موت يا سمك، موت. لقد نجحت. هذا السوشي طازج، يمكنني أكل 20 كيلو منه. على الأقل يمكنني استخدامها لشيء ما، صح؟ هيا أيها الجالي، تعال إلى ماما. يمكنني أكل أي شيء، خذي هذا. حسناً، سأكلها. يبدو أن مهمتي تمت هنا تقريباً. ولا تنسوا البقشيش. أوه، هذا إيجار البيت تقريباً. إليك، خذي هذا. ماذا؟ لا يمكنني دفع هذا. عليك أن تردي لي عزومة الشهر الماضي. لا، لقد دفعت لك، ألا تتذكرين؟ آه يا بنات، يمكنكن تراشق الكلام مثل كرة تنس، لكن لابد من الدفع. يا ربي، لن ينتهي هذا. نراكم في المرة القادمة يا رفاق.